دقيقة بعد نص نهار نحب نقول صحفتوركم للعبيد اللي سبق تهنيت على المعدة وكليت أي حاجة إن شاء الله يا ربي تكون بالصحة وبالشفاء ليكم الكل. سينو شهية طيبة للعبيد اللي في طريقها إلى المنزل وباش ياكلوا. ولهنا نحب نوجه ديديكاس للنسي اللي ساعات الرجل يبدو يتشهى برشا، هذه نحب هذه وهيك 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 وهي عندها برشا حاجات باش تعملهم وما تنجمش تقول لي. احنا باش نتعلموا اليوم كيفاش نقولوا ليه للمصلحه مش للمضره، لا نتاع العائله لا نتاع الاشخاص. مرحبا بك عدنان بن شقره، مدرب التنميه البشريه. مرحبا بك يا سيدي، مره اخرى ضيفنا في كنوز افام، نتشرفوا بك. دونك الله يخليك، نحبك تحكي لنا وتقول لنا شنو هو الفرق بين الانانيه وبين انك تقول لي. باهي، فما ساعات دي سيتواسيون وين ماذا بيك تحس روحك انت تحب تقول لي، لكن بس عليك تلقى روحك تقول في ايه. دونك نجم تسال روحك انت ماذا وقتاش اخر مره حبيت تقول لي وبخذيت بالخاطر وعلى حسابك انت وعلى حساب صحتك مثلا، فهمني وقلت ايه. هوني فما ثلاث حالات، سواء مثلا جاك حد طلب منك حاجه، سواء انت تنجم تعاون كل عبد ذاك ولا تعمل كل حاجه ذيك، تقول قول ايه كل حب عزيز وكل شيء في المسا صيغه حد شيء. نقول لك مش قلتي في الدنيا اللي اني ناخذ برشا بالخاطر وحتى حد ما يخولي بخاطري. دونك هالكونتراديكسيون هذه اللي تصير للانسان وساعات يحس انه هو مظلوم ولا يحط روحه في دور الضحيه، كيفاش نتملصوا منها من غير ما نضروا العبيد وما غير ما نجرحوا، خاطر ساعات اللي تجرح راه. اي صحيح، كيف نتعلموا نقولوا لا بفاسون مزيانه. نرجعك الحديث. فما مثلا حالات وقت اللي انت تحبتها مثلا تعاون لكن مثلا ما تنجمش، اونيتمون ما تنجمش. دونك وقتها تنجم تقول والله ماذا بيا ولكن مالغوزمون ما نجمش، وسوي اونيت اني ما نجم، سبحان الله ما فما حتى حد يتغشش كي تقول ما نجمش. وفما حالات وقت اللي انت معناتها ماذا بيك ها ما عينكش لكن تلقى روحك باش تاخذ بالخاطر. وقتها فما دي تكنيك تنجم تقولهم. مثلا فما تكنيك نتاع الساندويتش، ساندويتش ما عنده خبزه من فوق خبزه من اللوطه والحيمه في الوسط. انت تبدا بحاجه مزيانه عظيمه والله. في تونس انت قاعده على المانيا، في تونس انا عظمه في الوسط. كمل. مسالش عظمه ولا حتى اي حاجه اخرى. تبدا بحاجه مزيانه تقول والله ماذا بي، معناتها سوي سور كونك ما تكذبش معناها. لكن مثلا المره هذه لا تو ما نجمش، والله تو مالغوزمون تعب ولا حاجه، خلي طريقه جايه، خلي ان شاء الله مره اخرى تو نعملوا له برنامج. هكا كتجي مزيانه هكا معناتها تبدا بحاجه مزيانه، صحيح تلطفها بفاسون مزيانه باش الاخر ما يتغشش معناها. مش بطريقه فظه، خاطر ساعات فما ناس تقول لك تقولني وحدي ما نكلمهمش، علاش باش نكلم هو باش يكش عليا ولا باش هاي الكلمه بيقول لك باش يبخصني باش يقلل لي من قيمتي. مثلا جيل تقوى يقولها تقوى بربي تعب لا طول، معناها من بعد كمل السؤال ولا هي خطيك تقوى قصد لا تقوى انسانه ايجابيه ما كانت فيه مواليك. اي وقتاش خاصه نقوى مع عدنان مثلا، بعد ساعات تلقاه الشيف في كيب، بعد ساعات يضطر اوكي هو تلقاه عمل ليدر معناتها وصل الكيب نتاعو اوكي يخو بالخاطر مش يخو بالخاطر يخو يسمعهم وكل، لكن في احلام معينه في تلقاه في سيتياسيون معينه يلقى روحه لازم يكون ما عادش كليدر يشاورهم وكل، لازم يولي شيف، لازم يولي بوس في سيتياسيون معينه، صحيح ينجم يولي يقول لا. دونك هذا جانب معناتها هذه وضعيه اللي لازم يكون فيها لا موجود بالضبط. اي بالضبط، لهنا هكا انا قلت لك يولي يستعمل الطرق معناتها نتاع الدبلوماسيه سلسه صحيح من غير ما يرجع حتى حد. يعني هي احنا يمكن زاد في الكلتور نتاعنا نتجرحوا من كلمه ثلاثه مثلا القره لا عادي، يعني خاطر يتعلموا من الصغرى نتاعهم كانوا يقولوا لا، حتى مع والديهم يتعلموا من الصغرى كانوا يعبروا على لافي نتاعهم حتى في الماكله. عدنان احنا ساعات كي ما تاكلش على خاطري بربي ما عينيش على خاطري لا والله ما تاكل، كي ما تاكلش راني باش نتغشش عليك. إفكتيفمون تنجم ما تاكلش ويتغش ويقول لك شبيه ما حبش يفطر في داري ولا صحيح. ولا شبيه احنا يا اخي ماكلتنا ماهيش نظيفه، وهو يكون الانسان ما عنده حتى نيه خايبه وحتى قصد خايب جست لي صحيح. ما يحبش انا تصير لي برشا مرات نجم لهنا تقول والله شبعت، تكون انت بالحق كيف ما عادش عينتك سيبهم معناتها شبعت، والله شبعت كم مش نزيد ناكل تو مش تولي على الشبع مش نتقلق مش كذا، حتى حد ما يحب لك المذره. دونك فوالا هكاك تكون خرجت منها بفاسون مزيانه معناتها. احنا مازلنا باش نعطيو اكثر
قواعد خلينا نقول باش نجموا تتعلموا تقولوا كلمه لا مغيد لضروا لارواحكم خاصه ولا ضروا الطرف المقابل. هذا كل بعض الببليسيتي. نورنا نورنا يا عدنان بن شجرة. قلنا كيفاش نقولوا لي على الحاجات اللي بنحبوها مش على الحاجات اللي ما عينتناش باش نعملوهم. سبحان الله. هو شوف اللي هنا لازم نفهموا شوية البسيكولوجي اللي وراها الحكاية. احنا يمشي في بالنا كونه الانسان مش تقولوا لي باش يتغشش منك. اي وقت اللي هو سي با فري كي تجي تشوف مثلا نعطيك مثال. مش نقول توا انت مش تسعه تقول لي هيا نمشيو نفطروا. انا ديجا فطرت. مش نقول لك لا والله فطرت ديجا ميرسي. لا فطرت ميرسي معناتها نختمها بحاجه مزيانه باش ما تحسش روحك انت اوفند. اسكو مش تغشش؟ لا ما كان قلت لي لا تغشش فوالا خاطر ما تعرفش علاش لا. دونك لهنا انا كيف نقول لا ما بين نفسر نعطي ان بتيت مبرر من غير ما نكذب راه انا مهم زاد باش ما تيجيش حتى غريق حتى طون نصور في الكلام. احنا كنت تفكروش نقعدوا نتندروا شويه على السيكونس اللي تعديت نتاع الاسبوع واخوه سليمان الابيض كي قال له على البورتمان شو نو نيت ها ها هذيك في الاخر ما يمكن ينجم يكون مساج تعدى اللي كي تقول لي على حاجات انت ما تحبهمش باش تربح. هو بون في المسلسل ذاك ربح انه هو باش يبني له دار وكل شيء. هذه حاجه هذه مساج تعدى في مسلسل شوف لي حل ولكن هذاك راهو ابليكابل على هذا هو قال حاجه مهمه برشا. قال انت تقول لي وتقول علاش لي. هذا مهم برشا خاصه مع الاولياء اللي تلقاه صغير وكبش يحب ناخذ حاجه هيك ونحب نعمل حاجه هيك هو ما عندوش باش يعملها ولا ما ينجمش ما عندوش الوقت باش يعملها يقول له لي. ما انت فهمه صغيره نجم يقول له علاش لي فوالا هكاك الصغيرات ينجموا يتعلموا انهم يقبلوا لي. صحيح بالضبط ويتعلموا زاد انهم يقولوا لي خاطر هو من مش يقبلوا صغيرات. لكن جو تروف بلوز امبورتون كونهم صغيرات يتعلموا انهم يقولوا لي خاطر مالوغوزمون في الحضاره في الثقافه نتاعنا في المجتمع نتاعنا ما نعلموش صغار يقولوا لي ديما سمعنا وطاعا سمعنا وطاعا سمعنا وطاعا باهي راهو سمعنا وطاعا في الخير. لكن باهي زاد انك تعلمه يقول لي خاطر من بعد كي مش يخرج الدنيا واش مش يواجه الناس وكل كان ما نجمش يقول لي راه مش يتعب على الاخر. الكثير من الاستغلال نجم نراوه حتى في اداراتنا ساعات تجي انت تلقاك ما خديتش كونجي بالكل وصديقك واخو كونجي على ثلاثه مرات يقول لك بربي ما تاخذوش الكونجي على خاطري عندي منامل وبالحق وتاخذ بخاطره وفي الاخر انت تلقاك خاسر برشا من علاقاتك تقوى تغزلي من غادي قداش عندك ما خديتش كونجي يا تقوى. لا مسكرتي ثاني عندي دوبل تاعي اوكي ميغني ما قداش فكرتي بيس عندي سبع شهور نخدم لك بلاتو ما خديتش كونجي بيس يو نيد تو سي نو خذ كونجي بيس باش تجي تغسل لا ميك شو لا حلوه حلوه منك سي بيس. دونك لهنا يمكن ينحبش نقول التوانسه يكونوا انانيين ما كونش انانيين راهو كي تبذلوا مصلحتكم انتم. لا 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 شوف باش تنجم هو راهو كيف تقول لا لحاجه سيكو اعطيت اهميه اكثر لحاجه اخرى. صحيح فما اولويات. فما اولويات بالضبط. فبالتالي انت راهو من الاخر وعلى الاخر احنا الناس كل معناتها صحيح نعيشوا مع بعضنا وكل شيء ونحبوا بعضنا وكل مي كان انت ما تتبعش مصلحتك كان ما فماش شويه هكا كل واحد يحليله في الدنيا هذيا الناس كل نضيعوا تلقى هذا ياخذ بخاطر هذاك وياخذ بخاطر هذاك وينسى مشاغله الشخصيه. جوستوم هو الاستغلال اكثر مالوغوزمون. مو هذاك علاش لازم الواحد يتعلم يقول لا يعطي قيمه للحاجات اللي مهمين له هو.
كان هاني قلت لك كان ما تعملي لها كيفاش نقولوا ايفالواسيون الحاجه اللي جاتك الريكويست اللي جاك اسكو نجم معناها نعاون نجم نمشي نجم نعمل لك الحكايه دي سي وي ما فيها علاش معناها مش تقول كان ما نجمش لازمني نقول لي اما هو كان لطفه بفاسون مزيانه عباره مش نعطي كادو معناها ونعطيها فما حتى حد ما يتفش في الاخر بكل واحد حتى كان قلت لي يعني بس سيستم ساندويتش حلورة سيستم ساندويتش ينجح يعني إن الساندويتش هو الدخلاني هو هذاك اللي هو مغلف بالخبز اللي هو من لول سامحني سامحني ولا يعطيك صحة ولا ميرسي كي خممت فيا فهمني والله كنقولوا معناتها I'm honored يعني متشرف على الاخر كوني معناتها جيتني لي انا وكل سبحان الله معناتها وتكون صادق فيها معناتها باش الاخر يحس انه يعني بالحق بالحق صادق يمكن فما اوزر هو في بيناتهم يمكن خط رفيع بينها وبين جبر الخواطر اوزر كان واحد قبل خذا لك بالخاطر ما تكونش انت اناني برشا وما ترجعش المزيه هذيك اذا حد عامل عليك مزيه يمكن لازم نعملوا لي كليب وترجع لنا كل دراهم مريحه مثلا تو انت قاعده نخدم ونقرا وعندي من شنو عندي صحتي اما تقول لي حاجتي بيك نحب نخرج نحب نحكي لك مثلا انت تلقى وقتك على الاخر دونك انت لهنا اوكي تنجم تقولها توالي لكن من بعد تعملها بلانيفيكاسيون قولها هاتا ونخليك انت للنهار هكا وتو نحكي لك لهنا حتى حد ما يتغش بالضبط تكون فرحان بالضبط يعطيك الصحه خاطر لهنا انت وريت لها كونو اني انتري سيف فينا نخرج من بعضنا جست هو اللحظة الغير مناسبة وكو أنا هنم بعد اختاروا لحظات من وقتاش تطلبوا من العبيد مطالب وقتاش باش ما تصدمكمش كلمة لي وإذا قالكم حد كلمة لي ما غير ما نعملوا منها طاولة وكراسي والمرأة تولي غضبينها والرجل يولي غضبين والحماية تتغشش وغيره حاجة يا روية الحاجة تدوكم ناتجين على الإيجو على النفس نتاع الانسان معناتها كان انت كنت تقول لي ليه مثلا وتعطيني سبب مقنع كان اني نعمل فيهم متغشش ونهول الحكايه كل سي كل مشكله فيا انا مش فيك انت انا سي بون انت قلت لي فوالا دونك انا لازم نعاود روحي اش بيني انا تغششت اش بيني انا عملت منها قصه وطاوله وكراسي وكل خاطر مثلا انا حسيت روحي اه تعديت على حقي ولا حاجه سي با فري معناتها غير ما هو الناس اللي تفهم وقالي معناها جامي ما يتغشوا كي تقول لهم لا وديما كما قلت انت تقوى حتى تقوى قال كلمه مهمه جدا حط بلاستك في بلاست العبد هذيك حط روحك في بلاست واذا انت في بلاست وكنت تنجم تخدم الخدمه هذيك والا لا ما غير ما تنقص من كيفاش من الفالور اجوتي اللي باش تصير لك ولا من الحاجه اللي باش تباع اذا ما فماش ربح عندك علاش تعملها زيدا لازم كي تعمل حاجه تخمم فيها التخميم الكونتابل يقول لك اي سيدي حاشي اني نعيش باش نربح ما فيها بيس اي تربح نفسانيا تربح ماديا تربح علاقات المهم صحيح. تربح حاجه اذا ما كنتش تربح حتى شيء غير فوالا وكان بدناش نكون مثلا مش تاخذ بالخاطر ماكش مش تربح من حتى شيء وقتها مختلف لازمك تقيس معناها تحب مثلا مش تاخذ بالخاطر به الدنيا كلها او باسم زاد باش ياخذنا بالخاطر نحب نسلم على نجم الدين اللي سلم على اخوه طيب ويهدي له غنيه يا طيب القلب وينك باش تاخذ بالخاطر سي باسم ليه وه 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 لا لا هذوما المستمعين تيجبوا خليوسنا دوك ديديكاس يا طيب القلب وينك كان هكا تو تغنيه تقوى ولا ليه غنينا ليه شنو فيروس الليل اللي انتشر شنو نقول لك تو سامبلومون صوتي اه شنو نقول لك والله اني كاين بجبدي اني نغنيكم ونحبكم مستمعينا الكل لكن سامحوني ديجا صوتي ما راكم تسمعوا فيه كيفاش تعب شويه وكل وقدراتي الصوتيه راهي ما تسركمش نجموا تزابيو على الراديو فدي مصلحه الراديو لمصلحتكم سامحوني ما نعرفش نغني شنو نقول لك فيه على الاخر براتيكي تاع الاخر ان شاء الله لازمها برافي درس اخر على التواضع عدني كيفاش تكون متواضع سعاد واش لازم توري عضلاتك هذيا اللي تقوى زنيجي وبرشا بالعبيد بيبلي حق لا ينفلك عليك تقوى برشا بالعبيد بالحق عنده ما كيحب يوري روحه اني والله عملتك ولا قلت لي عمري 20 كنت وكان جيت في برشا إيه بلا 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 زايده تحب ندخل في الموضوع ولا خليه مره اخرى اصلا ما عادش عندنا برشا وقت ويا طيب القلب وينك تستنى ولا لا بهي طيب القلب وينك تو نسمعها بعد شويه ديديكاس لنجم الدين وناخذوا بالخاطر واحنا واذا انتم تحبوا حاجه بطبيعه تكلمونا على 31 309 و10000 هذاك النمرو اللي وصل صوتكم ديما على كنوز اف ام قولوا لنا شنو الحاجات اللي تحبوا تقولوا عليهم لي وهو كما تحت اللايف اللي موجود ديما على الباج فيسبوك نتاعنا كنوز اف ام مشكورين جدا الناس الكل تبعتونا من الاثنين حتى للخميس مرحبا بك عدنان بن شقره اللي ديما تنورنا في كنوز اف ام مشكور جدا باسم الجدي بورتون ما خدمناش مع بعضنا برشا جماعه هذه يا
تقوى زنيقي. ملتقانا ان شاء الله غدوه باش يكون في هرقله غدوه. الله الله احنا جايين احنا جايين احنا جايينكم اذا بينا دونك تكونوا حاضرين معنا في هرقله. احنا باش نكونوا موجودين في هرقله باش نعملوا برشا جو باش تكونوا اكيد حاضرين معنا باش يكون فما برشا من خبايا التاريخ اللي نكتشفوها ديما في كنوز الساحل والكنزه الجمعيه كما كنتوا تسمعوا باش يكون هرقله. منا حتى نعاودوا نلقاوكم ان شاء الله نهار الاثنين في بونجور لافامي. نتمنى يقولكم الكل انتم وحبيبكم واصحابكم وعائلتكم كل الصحه والسعاده. ربي يبعد عليكم الفيروسات بكل انواعها وربي يبقي ستر على تونس وعلى العالم الكل. امين يا ربي. راوي زويت نبقيت لبكيت ما بقى لك نقول لكم في الامان وشهيه طيبه. باي باي شهيه طيبه.